الولد وما يملك ملكا لأبيه. كان هنالك رجل كبير في السن وله ابن وحيد، وكان هذا الرجل عليه دينا لرجل بمقدار 90,000 درهم. فجاء صاحب الدين لطلب المال وقال للرجل العجوز بأنه لن ينتظر أكثر من ذلك، وكان كل ذلك في وجود الابن. فذهب الرجل بميعاد قد حدده بنفسه لكي يأخذ جزءا وجزء الآخر بعد وقت قصير. ذهب له الشاب وأعطاه 30,000 وقال له والمتبقي في وقت آخر. وعندما علم الرجل العجوز بذلك ذهب للرجل وطلب أن يعيد ذلك المال لابنه، لأن ذلك المال ادخره من أجل زواجه. ولكن الابن الشاب رفض رفضا شديدا، وأخذ ذلك الرجل العجوز يدعو لابنه بالتوفيق وبصلاح الحال وأن يكرمه الله بكرمه الواسع. وبينما كان جالسين يطرق الباب صديقا للابن يدخل ويطلب منه العمل عند مديره لأمانته وذكائه، وقال له عن الأجر الذي سوف يتقاضاه وطلب منه أن يقابله. وعندما ذهب الابن الشاب لمقابلة ذلك المدير حدد له العمل وحدد الأجر أيضا، فذهل الشاب بالأجر لأنه ضعف ما قاله له صديقه. هنا بكى الشاب وحكى للمدير عن دين أبيه، فوعده بسداد الدين كله عنهم، لأن ذلك المدير عرف ما عند ذلك الشاب من أمانة وبره لوالديه، وأنه لم يبخل على والده بأموال زواجه، ومن يكون ظلاً لأهله فسوف يصون عمله. أسهل الطرق لإرضاء ربك هو إرضاء والديك. إن الله تعالى قسم هذه الحقوق وجعلها مراتب، وأعظم تلك الحقوق الحق العظيم بعد حق عبادة الله سبحانه وتعالى وإفراده بالتوحيد، وهو الحق الذي ثنى به سبحانه وما ذكره نبيا من الأنبياء إلا وذكر معه هذا الحق الذي من إقامته يكفر الله به السيئات ويرفع به الدرجات إلا وهو الإحسان بالوالدين. بر الوالدين في حياتهم فهم مفتاح الرزق، ورضاهم رضا الله عز وجل. أطال الله في أعمارهم ورحم الله من فارقونا.